لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الغد كريم قندولي. كريم، رئيس مجلس النواب بوشارب قال بأن الحكومة تفهمت المطالب وأنها ستسعى إلى التوظيف وتوفير السكن والعيش الكريم للمتظاهرين. هل هذه هي مطالب المتظاهرين والمحتجين الذين خرجوا بالأمس في مظاهرات؟ على كل احزاب الموالاه بصفته ايضا رئيس او رئيس هيئه تسيير الحزب الحاكم حزب جبهه التحرير الوطني، لا ادري باي قبعه تكلم بوشارب في هذه اللحظه، هل بصفته رئيس البرلمان او رئيس الحزب الحاكم، ولكن المطالب الحقيقيه يعني يحاول ربما مثلما ينتقده البعض ان يحيد عنها، وهذه المطالب كانت واضحه في الاحتجاجات التي ايضا توصلت اليوم في العاصمه، يعني استغل الالاف من المتظاهرون قدوم المترشح رشيد مكاز لتتحول هذا الاستقبال الى مظاهرات مناسبه ومناهضه لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه. اذا المطلب الاساسي لهؤلاء هو عدول الرئيس عبد العزيز بوتفليقه عن ترشحه للولايه الخامسه، ومن الغريب ايضا ان تجد مثل هذه التصريحات من هيئات مسؤوله. يعني معظم كريم احزاب الموالاه اليوم تتحدث عن ان هذه المطالب، مطالب الاصلاح والعيش الكريم، هي مطالب مشروعه. كيف هي ردود الفعل في الشارع الجزائري، ردود الفعل عند المتظاهرين الذين خرجوا ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية أو عهدة خامسة؟ هؤلاء الذين نزلوا إلى الشارع، لو ندقق فقط في اللافتات المرفوعة من طرفهم، ليس لم يتظاهروا حول العيش الكريم ولم يتظاهروا حول لقمة العيش ولا الرفاهية أو أي شيء من ذلك. يعني الكثيرون خاصة المراقبون يقولون بأنهم تظاهروا من أجل إحساس ربما بالإهانة من ربما ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والدعوة إلى ترشحه مرة أخرى. نتكلم حول وضعه الصحي بشكل عام، هكذا أمس رددوا الشعارات المناهضة لترشحه لولاية خامسة. هم يطالبون الآن باحترام مبدأ المساواة ومبدأ أيضا التداول السلمي على السلطة، ويطالبون أيضا منها أن تقف إلى جانب هذه الدعوات حسب ما تقربنا منهم أمس، حيث كنا في قلب الحدث وهذه المطالب يعني بشكل عام. أشكرك جزيلا كريم قندولي مراسل الغد من الجزائر.